القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى من دهل قول الله لا بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي يا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم ولي على عمري عليك يا أبي يا خوفي يكون صاير لشي أو قاتلينه لا تهولي علي يا بنتي لا تهولي علي أنا بعرف كيف بفكر الآغا أكيد بيكون انتقم منه أنت هديه واركيني وبيحل الحلال كيف بدي أهدى والآغا عنده قتل البني آدم مثل شربة المي كيف أنت أكرم من الله لا إله إلا الله هلأ بدي إياكي تركيني وتهدي يا بنتي لحتى نلاقي طريقة تنفدي فيها أبوكي وعد فكر تبلغ الدرك الأغا إيده طايلة كتير لك يا بنتي أنا ما رح بلغ الدرك ولعلمك الأغا لا يمكن يقتل أبوكي طالما هو ما بيعرف وين أراضيكي هم الأغا هلأ أنه يلاقيكي وهذا الشيء ما رح يحصل بإذن واحد أحد ولو على جستي كيف عرفت؟ لأنه رح يحاول يعرف منه وين عم تروحي وين عم تجي وبمين رح تحتمي بس أكيد؟ إيه نعم يا ريت يا عمي يا ريت وأبوك لا يمكن يعترف عن مكانك بس رح يعذبوه رح يتحمل بلكي الله يفرج عليكم إمتى؟ فرج الله قريب يا بنتي لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله شو كلامك بيريحني
أهلين أبو طالب. مساء الخير. أهلين، شو طمنيني؟ والله ما بعرف شو بدي إقلك، لهلأ ما إجوا. كله خير، كله خير، حتى لو رجع وش الصباح خليه يجي لعندي. يلا السلام عليكم. الله معك. أهلين يا آخا. أهلين. دقايق العشاء بكون جاهز. لا 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 تحطي عشاء، مالي نفس. معناته أكل برا. عم قلك مالي نفس، شو بدي أكل؟ يو، معقول تنام بالعشاء؟ أوهو علينا، قلتلك مالي نفس وماني جوعان. بدك تعرفني على حالك يا آغا؟ حكيلي شو صاير معك؟ شو بدي يصير معي يعني؟ مو صاير شي بنو؟ انت مانك على بعضك يا آغا. شو تحقيق يعني؟ قلتلك ما في شي وأنا طبيعي ومو صاير شي معي بنو. حكيلي لشوف شو صار بغيابي؟ اجت لعندي أم طالب، ومثل ما فهمت إنه رح تجوز بنتها لابنه الأسعد. كتير منيح. ولا تنسى يا آغا إنه أنا بعتت كل ما عارفي بحجة السجاد بالمشتريات، وخليتهم يحكوا كلام على أسعد على كيفك. برضو منيح. الخطة ماشية عال العال، حط رجليك وإيديك بمي باردة. ماشي الحال، أنا طالع أرتاح فوق. ماله بالعادة ما يتعشى معي، وأكيد في أمر كبير شاغله. بدك تكذب علي يا مراد، يعلها مان يا فرعون. إن شاء الله بطلتي تعدي جنب أميك. ليش أنا فيني أترك أبو العز؟ أبي روحي من الدنيا. بحل الحلال يا بنتي، الله بيبلي وبعيني عزيزي. إيه ونعمة بالله. الحمد لله، الظاهر انه هديت ورجعت لصوابها. بس شو اللي وصلها للحاله اللي شفتها فيها؟ يا ترى وين مطار حبوها؟ وين بده يكون؟ وهي ليش كانت هربانه هيك؟ علي لحالها شغله بالجنه. يلا المهم لقيتها، المهم لقيتها. لذلك صار ضروري نلاقي البنت بأي وسيلة. أول شيء مشان ترجع لي الذهبيات، وثاني شيء مشان أقدمها للمحكمة بتهمة السرقة. لا أكيد في إنه بالموضوع، ومراد محبي علي شيء مهم كتير. لك أنا لمعات يا آغا والقطع الطاير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله تقبرني. منا ومنكم صالح الأعمال. خلينا ياك يا رب، يطول بعمرك. يا الله شرفي. خلينا ياك. وين البنات؟ بيت المونة تقبرني. تعرف أبو طالب؟ إيه. إذا بترجع لي اتكل على الله وعطيهم للجماعة. يعني طالما سألنا عنه وعرفناهم إنهم أكابر وسمعتهم منيحة. وفلان يا فلان، بنت زعيم الحارة أخذها حكيم قد الدنيا. هيك شايفة يا أم طالب؟ والله بعد إذنك أنا هيك شايفة. وبيناتنا أبو طالب، لحنا مو كل ساعة والتانية بيجينا عريس حكيم. ها مايك وصالحة، شفتي شو رأيها؟ والله أنا شايفتها موافقة. بصير خير، بصير خير. هلأ إذا بدك اسألها أنت. وبيني وبينك الجماعة قاتلين حالهم علينا. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. الحمد لله. لو سمحت لحساب دياس، نحن لازم نمشي، لأنه لو كان بده يجي كان رجع. والله وأنا هيك من رأيك يا سيد حسان. بس والله مبسوطين يا جماعة. ويحيى نحن مو جايين نتسيران. سيدي نضرب عصفورين بحجر. لا بدنا نمشي. تفضل. شاء الله كلها صوتك. يسلم ايديك، كلك صوت. ان شاء الله.
محمد خلينا نمشي لانه لو كان بده يجي كان اجى. تفضل. لا خلص روحوا انتوا على الاوتيل، راح استنى ساعة زمان وبعدين بلحقكم. طيب ماشي. الله معك. تشرف. لا تأخر. محمد افندي، كأنه الاكل ما كان على ذوق ضيوفك. لا بالعكس، حبوا المطعم وحبوا الاكل البيروتي كمان، بس هن تعبانين شوي وبدهم يريحوا بالاوتيل. اذا هيك ماشي الحال. شو بدي اقول لك؟ تفضل. فواز ما بين. انا مستغرب مثلك، بالعاده كل ليله بيسهر هون. طيب والعمل؟ هلا اذا في شيء ضروري بسالك عليه بالمعمل. ليش انت بتعرف المعمل اللي بيشتغل فيه فواز؟ بصراحه ما بعرف وينه، بس ما تعطي الهم بسالك عليه. والله يا ريت. بتأمر امر خيي، بكره بجيب لك خبر عنه. طيب. بحال لقيته بلغه اني حابب اشوفه ضروري. تكرم عينك. شو صارها؟ بدك تاكلي؟ لا يا ابي مالي جوعانة. خجلاتي تقبرني. يا ابي انا بقول جماعة شارينا ومركزهم منيح بين الخلايا، وفلان يا فلان بنت الزعيم ابو طالب اخت الدكتور، يعني بس بضل الشور شورك وشور امي وشور صالحة. اسمعي يا بنتي، طالما الجماعة شاريننا بحالتهم ميسورة وابن الدكتور، أنا ما فيني أغصبك، لأنه الموضوع بخصك أنت بالذات وهي حياتك يا بنتي. هلأ إذا بتقولي إيه الله يقدم لي في الخير، وإذا بتقولي لا كمان الله يقدم لي في الخير. شو قلتي؟ ليش مستحية؟ قولي لأبوكي. يا عم الله يرضى عليك، مو دائما بيجينا دكتور وابن عيلة. يلا يلا. لو باحت هالعطلة رح تسبب لي وجع راس وأنا بغنى عنه هلا، لذلك لازم تلتقاه بالسرعة اللازمة، وساعتها رح أفرم فرم هي وأبوها وأخلص منهم اثنيناتهم. بس لب مبزن هتبوح لمخلوق يخلى، لأنها بتعرف إنه بهالحالة هي رح تخسر أبوها. لو كنت صبرت شوي على البنت ما كان صار اللي صار. قلت لحالي يا أغا بما إنك اليوم مانك على عوايدك لأعمل لك كاسة لبن من تحت إيدي غير شكل. أنا على عوايدي وما فيني شي. إيه بس يعني ما بيمنع إنك تشرب كاسة لبن، تفضل. ماشي الحال، يسلموا إيديكي. وإيديك. كنت عم أقول لحالي يا أغا يا ريت تجهز سندات البيت والعيادة مشان تفرغن لأسعد. مو لا يوافقوا بالأول؟ خلص اعتبرهم موافقين. شو عرفك؟ يا أغا الخطة ماشية عال العال يا ستي، والسندات جاهزة. مشان هيك يا أغا عم قلك هدي أعصابك مشان بكرة ما تبين قدام أسعد متنفرز. قلتلك ماني متلبك وأنا على عوايدي، رح نرجع لنفس السيرة يعني؟ أنا بعتذر منك، بس صحك تفكر أنا رح هنيهم بالبيت والعيادة. رح أقول لفادية تطلب من جوزها أنه يحط السندات بالدرج مثل ما عملنا بقصة المالكان. منيح، كتير منيح، بري عليكي. وهي هي كل القصة؟ فشو بتقول بهالسيرة عم بيقطع لي؟ بدنا هيك تلاقي لنا فتوى لهالقصة حس انك انت بيتها وزيتها، لا تنسى انه اثنين عطلونا عن اشغالنا. لا يا ابو الهول، يا حيف عليك يا مسعد، والله انزعجت كتير. ايه معك حق. محلولة عمي، الله يديمك. محلولة محلولة، واعتبروها صغيرة. الله يديمك علينا، الله يديمك علينا. الله يخلينا يا ستر الغطا، بس لا تنسى تحط ببالك انه اثنين متنحين. خلصنا ابو مرزوق، قلنا لك على الله وعلينا خلص. ونعم بالله ونعم بالله، الله يخلينا يا خلي عنا خلي عنا. كمل واجبكم. الله يكبر واجبك ويخلينا اياك يا زعيم، يطولنا عمرك.
علينا ابو العباس. لك شو ساعة يا زلمي؟ لبين ما طلعت بس؟ لقيتها محسن، لقيتها. لمين هاي؟ لك شو لمين هاي؟ عزيزة لقيتها. مش عارفك لقيتها؟ اي احكي لي احكي لي شلون؟ لك هون بدي احكي لك على الباب. ايه والله والله نسيت حالي، لا تواخذني. شرف تفضل. يلا يلا شرف. يلا يلا. يعرف اني هون؟ الشاب القبضاي. قصدك حمزة؟ ايه نعم. بس ممكن يبلغ عني؟ مستحيل. اكيد؟ ايه وصل لزحلة كرمالك، وكان عنده استعداد يوصل للصين. وصل لزحلة؟ ايه نعم. شو عرفه انه نحن رح نروح على زحلة؟ بصراحة ايه عمي؟ الشاب سأل عنكم كثير. انا مرة شفته قدام باب بيته. ايه حكالي. المهم هلا كيف بدنا نخلص ابي؟ ان شاء الله له حلي. كيف؟ طالما رجعتي لعقلك صار فينا ناخذ ونعطي. بصراحه قبليلي اللي جيتي فيها لعندي قلت لحالي مسكينه فقدت عقلها وما عادت عزيزي اللي بعرفها. ما رح انسى له هالفصل لهالواطي طول ماني عايشه. هلا انت ارتاحي وتركي الباقي على الله وعلي. يا ريت شوف أبي من بعد أموت. راح تضلك عايشة يا بنتي وتشوفي أبوك إن شاء الله. الله يسمع منك. خلي أملك بالله كبير. أنا فايت ترتاح شوي. ربك ما بينسى حدا، ما بينسى حدا. الله يكتب لكم الخير كيف ما تحركتوا وكيف ما مشيتوا. آمين يا رب العالمين. والله فرحانة لك من جوات قلبي. وأنا فرحانة، فرحتي ما بعطيها لحدا. يا الله الحمد لله. يلا يا جماعة أنا صار لازم أمشي. إليكي ما بدي وصيكي بإمري لعند أختي إم رعين كل حين ومينها. بتعرفي لازم ندير بالنا عليها، هي كتير عزيزة على قلبي، وبتعرفي كمان هذا الحبل بهذا العمر صعب شوي. من عيوني. يلا خاطركم. الله معك. الله معك، مع السلامة. فوتي فوتي. والله ما فهمت شو يعني حبلي صعب. يعني بهذا العمر بيكون الحبل واقف على نكشة، بدك تديري بالك. ها بتعرفي حسي رب العالمين عم يعوضني عن ابني مرعي الله يرحمه. الله يرحمه.
إن شاء الله بيطلع ولد. علي ما علي ما بسميه غير مرعي. ما بدك تسألي أبو مرعي؟ لك أبو مرعي بس يسمع هالخبري رح يطير عقله. الله لا يوفقهم ولادين الحرام يلي حرموكي ابنك مرعي. بس بتعرفي كل اللي مصبرني إنه ابني راح شهيد، ورب العالمين رح يعوضني عنه. هلأ يا أم مرعي هديلي حالك ونسيلي موضوع مرعي مشان اللي ببطنك. لك أولاد العالم كله رح تنسيني ابني مرعي. لا تفكري هلأ بشي إلا بابنك يلي جاي. أنا وش هاد؟ وش الثالث؟ الثالث ولا الرابع؟ مدري الخامس؟ يا الله يا كريم بسم الله. ثبت ثبت لي راسك ثبت لي راسك. تعا تعا من هون. مين شو هالدقن هيك؟ تعا انت شو هالدقن؟ تعرف شو بتذكرني؟ شو بتذكر؟ هذا بزمانه يا مرحوم البي كان عندي ساطور قال بدهم يجلخنون اياه. ضليت أربعة أيام عم بجلخه، بدلت فيه أربع حجارة جلخ وما كان ينشلق. لقيت دواء. صلي على النبي. ويا رايح ولهون شوية الصابون على ذقني. جاية جاية ها؟ يا رب يا معين. يا رب. تعال هلا تعال. قوم 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 لقيت طريقة. تعال إلا قرب إلا وقف هون شوي. وقفت. صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. ها ها تعال إلا تحممني. لكان والله اشلخ لك ياها شلخة ما تطلع بسنة. خلاص لقيتها. غمض لي عيونك أنت. غمضت عيوني. غمض منيح. غمضت. صلي على النبي. اللهم صل على النبي. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب لله. حط لي وقف. شو عم تعمل؟ عم وانت كنت شلون تسمع منه الكلمة؟ هو اللي بده يحلل اياها. يحلل لك اياها شو؟ والله ما بعرف. سيك عمي. سيك. شو وين؟ في حلاق جنب المسلخ، بتعرفه؟ ايه اللي يجمع خواريز. هذا هو، قول عنه. يلا تعديك لهم. لا 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 هي اللي صار كمان انه شكلها مو مصدقه كل يوم والتاني على وين كنت وين رحت وشو عم بتساوي برات البيت وشو هالشغل لنصاص الليالي. اذا هيك معلش هي فتره وبتمر وبعدين بيختلف كل الامر. ولك مو بس هيك. شو في كمان؟ طلعت لي بشغله جديده قال بدها يعني يتجوز. طيب يتجوز وين المشكله يعني؟ بتعرف شو يعني يتجوز؟ شو يعني؟ يعني هم ومسؤوليه وبيت واولاد ونق وسق. وانا ما بدي هذا الشيء. انا كل همي بالحياه عادلي اخذ بداره لابي لطفي هالنار اللي عم تحرق جوفي. انت رح تجنني ها؟ شو دخل هي بهي؟ لك شلون شو دخل؟ علي الحلال ما بيهنالي عيش ولا بدوق الهنا. لا قتل قاتل ابي واطلع بروحه على مرأة من الخلايق كلها. لك يا مصري اسمع مني قصة مقتل ابوك صارت قديمة يعني الناس نسيتها شالتها من بالها وما حدا رح يعايرك من مقتل ابوك بعد كل هالسنين. ولك انت هيك مفكر؟ انا كل ما بطلع بعيون الناس بحس الكل عم بيهدني ويعايرني. والله ناره شعلة بصدري ما عم تهدى وما رح تهدى لحتى كل العالم تعرف انه نصري ما نام على دم ابوه. وكل الله لك نصري. وكل الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اخي تسمع مني خلينا نشيع بين الناس انه الفرنساوي هو اللي قتل ابوك ونخلص من هالقصه كلها بقى. لك ما بيمشي الحال. ليش لحتى ما يمشي الحال؟ لانه ابي ميت من سنين وهلا الناس ما رح تصدق انه الفرنساوي هو اللي قتله. والله اذا صدقوا لصير عليك بتم الخلايق. بقولك صاحبي روح خلص انا بدبر لك دوباره. لا تفكر ولا تحاسب حالك. والله والله مالي ساكت على داره لابي لو على دمي. طيب اسمع مني تجوز
اتجوز لك عدلي؟ ايه اتجوز. من كل جواز بينسيك. لك انا مشان هيك ما بدي اتجوز، ما بدي انسى. ولك انا رجال لك عدلي، زلمه، زلمه مالي حرامي. لا لا لك نصري، من هيك حك عليك؟ انت رجال وقبضاي وسيد القبضايات كمان. لهيك ما بدي اسكت عن تاري لحتى يواريني التراب، وغير هيك ما بقبل. زمان ما بقبل. العافية عمي. محمد أفندي وينك يا خيي؟ هلا طمني شو صار معك؟ يا سيدي اندليت على المعمل اللي بيديره صاحبك فواز. ايه؟ صاحبك طالع على طرابلس. على طرابلس؟ ايه نعم. وشو رايح يعمل بطرابلس؟ مثل ما فهمت من العمال اللي عنده بالمعمل انه نزل على طرابلس يلم غلة الدكاكين والمعامل. وهي المعامل والدكاكين لمين؟ اكيد لمعلمه لفواز. يعني مراد اغا. هيك الظاهر. انت بتعرفه لمراد اغا؟ ولو اكيد. منين بتعرفه؟ مكان حضرته زبوننا. مراد اغا كان زبونكم هون بالمطعم؟ انت متاكد؟ ولو يا خيي، ما كان يفل من عنا. عن جد؟ ولو يا خيي، اكيد عن جد. بعدين اللي فهمته انه فل عشان وترك وكلاء على المعامل والدكاكين تعوله هون ببيروت وبطرابلس. هيك فهمت من الشباب. قولي دي يا خيي، عن اذنك. مرعي سيكي خلي من ايدي. الله يرضى عليك يا سيكي. هلا حط من ايدك وتعال لحتى احكي لك. لك شو بدك تحكي لي؟ والله من تعبي ماني حسان اسمع شو. وانا رح نسيك تعبك كله. ها شلون بقى؟ يا ابو مرعي الله عوضنا. يا ابو مرعي ايش هو الله عوضنا؟ عوضنا عن مرعي رحمة الله عليه. ليش في شيء يعوضنا عن مرعي؟ لا والله. ايه شغلة واحدة. شو هي؟ مرعي تاني. شو عم تحكي انت؟ هذا يا سيدي كانت عندي الداية. الداية كانت عندي؟ وليش بقى؟ انا طلعت حبلي. طلعت حبلي؟ لك شو عم تحكي انت؟ ايه حبلي حبلي يا ابو مرعي. صلاة محمد عم تحكي عن جد؟ عن جد يا ابو مرعي. والله ما عم صدق اللي عم بسمعه يا ام مرعي. ما عم صدق. الحمد والشكر لك يا ربي انك عوضتني على مرعي. الحمد والشكر لك يا ربي. الحمد والشكر لك يا ربي. ابو مرعي روحه لابو مرعي، عيونه لابو مرعي. شو رح نسميه ابو مرعي؟ شو بدنا نسميه يعني؟ مو لسه بكير يا ام مرعي. طيب شو رأيك نسميه مرعي؟ لا ليش لا؟ أنا كان عندي ولد اسمه مرعي وراح الاسم معه. بعدين لا لساعتي متأمل أنه يرجع. يا أبو مرعي الفرنساوي صار له كذا سنة طالع من هالبلد، لو ابننا عايش كان رجع. أنت أكرم من الله يا مرعي، ومع هيك ما راح نسميه مرعي. لا رح نسميه مرعي. وكلي الله يا مرعي، بدنا نختلف على اسم الولد قبل ما يجي. بعدين يعني بجوز تجي بنت ما يجي صبي. يا رب الله يبعث لنا الصبي. يا الله يا رب. كتر خيرك يا ربي، كتر خيرك يا ربي. الحمد والشكر لك. اليوم الطبخ علي يا مرعي. من هلا لك ولدي. ولا بقى تحبني شيء؟ ها لا يلا هاي. وين بده يكون يا عمي؟ وين بده يكون أبي؟ ولي على قامت عليك يا أبي. ولي على قامت عليك يا عمو. يا عمو تعي شوفي شو اللي عم يصير فينا. طيب يا بنتي يا بنتي، ليش ما يكون أبوك لحظة ما سمع بهروبك من الملكانة قام هرب هو التاني؟ يا عمي أبي لو هرب كان إجا لهون، لأنه بيعرف أنا رح كون عندك. كلامك معقول. يا أمي عمي لازم نخلصه أبي، لازم نخلصه بأسرع وقت من بين إيدين هذا الظالم، لأنه ما بيخاف الله. وين بده يكون ممكن هلأ؟ وين؟
الزريبة أكيد بيكون هنيك. أيوة هذا المكان زريبة وحبس بنفس الوقت. الآغا بيحط فيه الفلاحين اللي بيعصوا أوامره. المكان محصن؟ رجاله مثل الدبابير حواليه. والدرك ما بيخلصوه؟ إيده طايلة أكيد لح يبلي بشي قصة ويقنع الدرك فيها، ولحظة ما يعرف أنه مبلغ عنه يمكن يقتله لا سمح الله. هيك لكان هذا الزلمة ما بيخاف من الله، بيقدر يعمل أي شيء. سيري محققتي، خليني مخمخة براسي، بس لازم نلاقي طريقة يحل الحلال. يا بنتي خبي دموعك يا عزيزي، والآغا صار خصمي مثل ما هو خصمك، لأنه هاي فعلة واحد دني وخسيس وندي. الله لا يوفقه، الله لا يوفقه. خلص معناتها نطلع طرابلس. طيب ليش لحتى ما نستنى ليرجع؟ وبركي بأسبوع ما رجع. مو حضرتك اللي عم تقول طلع ما بعرف لوين اللي مغلت المعامل والدكاكين؟ كلام السيد حسان بمكانه عمي محمد. واكيد نحن ما بيهمنا سواء يكون ببيروت او بطرابلس، يلي بيهمني اني اشوفه ولو نظره واحده بس لاتاكد انه هو ولا لا. اذا انتم هيك شايفين انا ما عندي مانع. معناته خلونا نطلع هلا على طرابلس. ويا ريت يا محمد تروح على المطعم تفهمني بعض المعلومات عن مراد اغا، طالما قلت لي انه كان يتردد عليه كثير، صح؟ خلص بس بسرعه لو سمحت. مات انا رح اروح على غرفتي وجهز حالي لحتى تخلصوا كلامكم. لك قريتا ما تبلها تطلي. طمني فكرت لي بالموضوع هلا. ايه بس بالاول بدنا نروح لعند ابو الهيبه. مو لازم نعرف شو قصه المخلوقه وليش كانت على الشاكله؟ بنستفسر من ابو الهيبه. هيك قلتك؟ ايه هيك قلتي. محسن اوعى تكون الوالده دريتي بشيخ. معقول هالحكي لك حمزه؟ يعني خلينا هيك نلمن بالقصة أول شيء، وبعدين مو لازم نعرف شو رأي مخلوقة. وجب شو بدي لك؟ قول. خبرت طلال؟ خبرته لطلال وقال حيلحقني بس يخلص شغله. ايه منيح منيح. لك يسلم لي الولهان أنا. ايه سيدي الله يتمم على خير. يا نعيم صبوحي تعالوا عملوا لنا بقي شاي. تعالوا أبشر معلم. تعال شو في مال الشاي؟ هاي العشبة المطحونة بتحطيها للطبخ. وهي هالعشبة بتحطيها مع الشاي امي. ايه فهمتي؟ لا تلخبطي بيناتهم بس ما يكون لهم طعمة. حاكم المرة الماضية عصب وخار علي كثير لما عرف اني حاطط له حبة البركة وعسل بالشاي. يو هلأ من يوم ما رجع لليوم ونحن دايرين من محل لمحل لحتى الله يجبر بخاطرك وخاطره، وهو بده يعصب ويقول لك بنتي. ولازم تفهميه لجنابه إنه الدواء اللي عم يجيب له إياه مجرب وأكيد، وإذا ما بيواظب عليه ما بيمشي الحال. أنا بتمنى يا خالتي بس هو ما عم يتحاكى بالموضوع بنوب. لا بده يتحاكى وبده يرضى. لك يا بنتي شو هو أول بني آدم بيتعسر بالخلفة؟ المسكين فهمت منه إنه مجرب كل شيء من ورا ظهري، ما عم يثبت معه شيء. تقبريني بده يضل عم يجرب ويجرب ليمشي الحال. واسعى يا عبدي. لا اسعى معك. انا اذنكم بس اشوف مين. اذنك معك تقبريني. يا حبيبتي وين الزنجبيل المطحون؟ خليني اشوف. شو في هذا؟ هذا والبندو. يا اهلين 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 اختي ام طالب. اهلين والله فرحت جاي. اهلا وسهلا يا رب. وانا بالاهلين تقبريني يا ميت. اهلا وسهلا. تفضل. يعني لو ما شفتكم هون ايه كنت بدي اجي لعندكم اخذ رايكم بالموضوع. خير تفضلي. ايه والله خير الله يجعله خير. بنتي صالحه اجاها خطابه. شو هالحكي؟ ايه والله ان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يقدم اللي فيه الخير والف مبروك. يبارك بعمركم يا حق. ومنين هالجماعه بلا صغره؟ والله من سوق ساروجه تقبريني. بعيد الشر عن قلبك وان شاء الله من نسل كرام. والله هيك باين عليهم تقبريني. والعريس حكيم دارس بالأسيتاني. يا سلام ما شاء الله حكيم. اي والله ما صحت لحدا. ايه الحمد لله. وان شاء الله وافقت المحروسة. ايه تقبريني وافقت. الله يتمم على خير. Thank you.
أهلين أبو طالب. شو يا معتوق؟ صدقني لا خبر ولا مخبر، لا عن حسان ولا عن أبو يحيى، وأنا قلبي مثل النار عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو الغيبة هي اللي لا أحم ولا دستور؟ والله ما بعرف. ماشي ماشي، بس رجع مثل ما قلت لك بأي وقت كان اللي له أبو طالب بده إياك. على عيني. يعطيك العافية. مع السلامة. تعرف وين هربت بنتك عزيزة بالذهبات ولا لا؟ أعطيني المصحف، أعطيني المصحف. كذاب والله ما حبك. كذاب وستين كذاب. وهلا ما بعرف شيء، الله وكيلك ما بعرف شيء. يعني مو انت اللي خططت لها تسرق الذهبات وبعدها تلحقها؟ عزيزه ما بتسرق بنتي، ما بتسرق، ما بتسرق. يعني ما رح تعترف؟ انا شو بدي اعترف؟ شايفك تصد، بتخلوه يفطس هون ولا حد بيقرب عليه. اسمع انت وياه مور، بتفتحوا عيونكم عشرة عشرة، وإياكم ثم إياكم تقدموا له دمعة مي. عم تفهموني؟ واجب يا معلم. أمرهم معلم. وأنتوا وراي شباب. اسمعني يا أبو مرعي. هاتي لشوف. يعني أنا ما بدي حدا يدرى بالسيرة. سيرة شو؟ إن شاء الله سيرة حملي. إيه. لا. علي ما علي لعمة زيطة وزنبريطة، لخلي أمة الله كلها تعرف إنك حامل، إنه رح يجيني الصبي بإذن الله. يا أبو مرعي ليش ما عم تفهم علي؟ ما بدي أفهم شيء، بدي العالم كلها تعرف، بدي أخبر كل الخلايق وأولهم أبو طالب. اسمعني شو رح قلك. هاتي لشوف. يا أبو مرعي الحبل لوحدة مثل عمري صعب ومخاطر، يعني مو ثابت مثل ما بيقولوا. ايه يعني ما بدنا حدا يصيبنا بالعين. لا لا ولا لا يا بلالا شبيب بين رجالا، كل فارس حارس على باب بالنور مطرس شالا. الله اكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله ذهب والغاء. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك طراس بالذهب والغاء. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى، إلا العالي بعلا. يا
توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى من دهن قول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحان سلم علي